السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، الحمد لله. عبد الرحمن، الصوت ضعيف. زراعة الشعر بس لمرض، يعني يعتبر من الوصف؟ اختار في هذه المسألة ان زراعة الشعر من اجل المرض لا تدخل في الوصل، انما يتداوي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. بارك الله فيك. جزاك الله خير. وياكم.